اخبار اليوم. ارتبطت بجامعه الاخوان المصوري في الاشبال وكده، بحضر اسر عادي زي حد. بعد كده انضميت او ارتبطت اتوسعت له في الجامعه 2012، شاركت الجامعه والعمل. مين اللي رجعك في الاخوان؟ كان اخويا وامين اخويا محمد اللي اكبر مني، كان هو في الاخوان ساعتها. خلاص حددنا يوم 28 ننزل فيه، نزلنا يوم 28 انا والاسم المفروض واحد معاه عربيه ريم، بس ما اعرفش عربيه، بس ما تمش تنفيذ في اليوم دوت لان كان فيه نائب العام غير خط سياره. جيت بعد كده كلمنا خالد اللي هو موسى، كلمناه قال خلاص هتنزلوا يوم 29. خالد اللي هو مين؟ يحيى موسى. هتنزلوا يوم 29 ايه صباحا، نفس اللي هو تاني يوم. وسيبوا العربيه اللي هي التنفيذ في مكانها. سيبناها، جينا تاني يوم قابلت واحد اسمه يوسف نجم وكان معايا بالاسم برضه، وركبنا في عربيه واحد في الراس اسمه اسلام، بس اسم حرك ما اعرفوش. ركبنا في عربيه شباب حمراء عند نادي السكه، جابتنا لغايه هنا عربيه نادي السكه عند جامعه الازهر. العربيه جابتنا لغايه هنا في اول الشارع، ركنت هناك، وانا ابو القاسم جينا ساعه التنفيذ قعدنا هنا. تمام. لما بتاع الرص كان مراقب في بيت النادي العام. مين كان اسمه؟ ستار حرك اسمه الحاصل. كان مراقب في بيت النادي العام. لما الموقف بدا يطلع هو بعت لي على اللاين معايا الكتاب بتاعي، قال النادي العام بدا يتحرك وجاي عليكم. تمام. لما طلعوا الموقف وصل عند نقطه التنفيذ اللي هي العربيه الاسبرانزا كانت هنا، والنادي العام العربيه بتاعته هي الثانيه. بعد كده عرفت ان الطلبه كانت من الغرفه الثانيه، يبقى العربيه الاولى طلعت، العربيه الثانيه بقت مساواه العربيه اللي هي سبرانز عربيه التنفيذ، العربيه الثالثه اصبحت برضه في المحيط. اذا الثلاثه كان بيهم موتوسيكل ايه سبقهم. ضغطت، انا كنت واقف هنا، كنت واخد دي ساتر، كان مكانك هنا بالظبط. كنت واخد دي ساتر كده عشان لو حصل حاجه. ضغطت على الزر، حصل انفجار كبير. اتفقت انا وهشام او ابو القاسم. ابو القاسم كان واقف بيصور. فين؟ هنا كان واقف ماسك الكاميرا واقف بيصور. تمام. كاميرا ايه؟ كاميرا سوني سامسونج. بعد ما صور جينا احنا طلعنا جرينا على العربيه الشباك اللي الحمراء دي، طلعنا خدنا الطريق ده شمال وطلعنا على طريق اللي هو السلام بره. انا رحت عند التكويه عنده. طب انا ممكن اعرف انت ايه الغرض بتاعك في العمليه؟ اكيد الغرض ان في غرض شخصي وفي غرض، طبعا غرض بتاع العمليه نفسها. غرض شخصي خلط الفض اتصبت فيه، واخويا اتصاب نفس الموضوع، ناس كتير صحابي ماتوا. النبي العام هو اللي امر بفض رابعه وناس كتير ماتت فيها النهارده كذلك، فده كان عندي زي ساره وانتقام. ده كان حاجه شخصيه، انا ما لو هم ساعدوني ان اوصل في حاجه زي دي، لكن انا لو شخصيا لوحدي مش عارف اوصل، يعني مش عارف اوصل لشخصيه بالحجم ده. تمام. الغرض بتاع الشغل والحاجه الثانيه برضو ان انا وصلت المهمه زي دي، فكانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره. الغرض بتاع الشغل نفسه او بتاع اللجنه بتاعتنا والمجموعه بتاعتنا ان نبدا بعمليه مؤثره، عملية ضخمة تأثر تهز الدولة. فعلا ده اللي حصل، تأثر الدولة فعليا. تهز الدولة، يعني تهز نظام أركان الدولة، تستهدف واحد شخصية النائب العام مش سهل. تمام. ما حصلتش من 30 سنة. تمام. بس ده كان نبدأ بداية قوية، ده يدل إن إحنا لينا ثبوت أو لينا قدم أو لينا رجل على الأرض. تمام. نقدر نتحرك، نقدر نجذب ناس، نقدر نجذب متابعين، نقدر نجذب افراد، نقدر كل اللي احنا عايزينه. وبعد ما دخلت قابلني هناك ناس متابعين لحماس وكده. عارفين انت جاي؟ كتير يعني. منهم ابو عبد الله وابو عمر، وابو عمر ده ظابط في حماس، وكان فيهم ابو ياسر وسليم. هم قالوا لي واحد كلمني قال لي ظابط في الحماس. انا عرفت برضه ان هو كان دايما ملسم، يعني ملسم حوالي 3 شهور. اخدت دوره شهر وشويه. شهر وشويه
دورة في دورة عسكرية، أخذت في الهندسة، أخذت في المخدرات، أخذت في الأسلحة المتنوعة، أخذت في التكتيك العسكري. إيه اللي أنت خدته؟ عمر كان يعرف حاجة عن موضوع الاستهداف؟ كان عارف. إزاي؟ أخذت معاه مرة في الحادثة، كان عارف هو خالد. خالد هو؟ يحيى موسى. إزاي كان عارف؟ كان تابع معاه، دخلت معاه في الحادثة الجماعية، كان هما قاعدين مع بعض عارفين الاستهداف، يعني عارفين إن في حاجة هتتم. عارف الميعاد؟ لا أنا قبلها بأسبوع ما كنتش عارف. خلاص اللي تم بخصوص إيه؟ أكيد بس هو كان متابع مع خالد على طول. كنت متابع معاه في خصوص موضوع؟ كنت متابع معاهم في خصوص إن أنا أجهز المواد أو المكان. مع مين؟ مع خالد وأبو عمر، بس هو كان قليل يعني مش كتير، لكن خالد أو الدكتور يحيى كان إيه؟ متابع معايا 24 ساعة. تمام؟ بس المواد كان دور أبو عمر في إيه؟ المواد؟ المواد لا، هو قال لنا أول حاجة اليوريا، اليوريا ما نفعتش، بعد كده جيت أنا اشتغلت بال بعت لنا الانفو، ملف الانفو اللي هو الامونيوم، اشتغلنا الانفو ده نترات امونيوم مخلوطه ببودره الامونيوم، او ممكن تخلطها بقهوه، او ممكن تخلطها بسولر او سكر على حسب الخلطه اللي انت محتاجها. طبعا من اقواها نترات الامونيوم وبودره الامونيوم. البوستر بتاعها كان اسيتون وكان بودره الامونيوم. يعني ايه البوستر؟ اللي هو المحرض اللي بين الصاعق وبين الماده الرئيسيه اللي هي نترات الامونيوم. تمام؟ كان نصه اسيتون ونصه نترات امونيوم، والصاعق كان ازيت رصاص، والدايره كان جهاز سنتر لوك او جهاز انذار عربي. تمام؟ بس هو ده كان الحكايه كلها بتاعت النائب العام. تمام؟ بس يعتبر كده فضلت 3 شهور من غير اي حاجه خالص، غير الشغل ولا كده. وعمر كان عارف انت اللي هيستهدف مين بالظبط؟ اه اكيد، يعني واحد مين داخل على كان نابع، واحد داخل مثلا يتكلم معاك او كده على حاجه ويقول لك اشتغل مواد كده، عارف هتستهدف مين طبيعي. يعني هو اللي محدد المواد اللي هتتنفس، هو اللي بيتكلم في المواد اللي هتتنفس بيها المواد. اه اتكلم معاك فيها، اتكلم معاك فيها. هو في البدايه كان هو من البدايه هو اللي محددها يعني ابو عمر؟ اه مش في مواد معنا لسه، قال لي نشتغل كذا وكذا. بس قال لي نشتغلوا في الاول باليوريا، اليوريا ما نفعتش. ليه؟ اليوريا محتاجه جهد ومجهود كبير وفيها حماض، محتاجه جليكول عشان شغاله، وجليكول محتاج معمل او كده، ما كانش الموارد او امكانياتنا تسمح ان احنا نشتغل بحاجه زي كده. انا اتعرفت على الاخوان في 2007 والتسبت ليهم تنظيميا في 2011، وكنت الفترة دي بحضر معهم كل الفعاليات والمظاهرات وكل الأحداث اللي حصلت في الفترة دي لحد 30 يونيو. بعد 30 يونيو شاركت في اعتصام رفع العدوية، كنت بشارك في كل الأحداث والمظاهرات والفعاليات دي، كانت موجودة في الميدان ساعتها. اعتصمت في رابعة، حضرت أحداث الحرس الجمهوري، حضرت أحداث المنصة، واعتصمت في الميدان لحد قبل الفترة. في ليلة 28 كنت اشتريت صح البرميل بتاع العبوة من الحي السادس في 6 اكتوبر، وجهزنا فيها العبوة. وفي ليلة 28 اللي جهز العبوة محمدي، وكان معاه واحد صاحبه تاني محمدي اللي هو محمود الاحمدي. نعم؟ اشتريت البرميل من الحي السادس في 6 اكتوبر. بعد كده في فجر 28 نزلنا العبوة وحطيتها في شنطة العربية الاسبرانزا، وقلت للاحمدي انا هطلع بالعربيه قدامك وانت تعالى ورايا مواصلات. مين اختار يوم 28؟ اللي اختار يوم 28 كان تكليف من الدكتور يحيى اللي هو خالد. وصلت العربيه لنادي السكه، وكان في حد استلمها مني هناك، انا ما اعرفش مين الشخص ده، ولكن كان وصلني ليه الدكتور يحيى عن طريق اللاين. وبعد كده كان تابع مجموعه الرصد، وبعد كده ركبت مع احمدي في عربيه رينو من عند نادي السكه لحد ما وصلتنا اول الشارع ده. بس قبل ما نوصل اول الشارع ده كان احمد ينزل في الشارع الموازي اللي هنا، كان فعل العبوه، وانا والعربيه الرينو لفينا حوالين الشارع ورجعنا تاني، ركب معانا وكملنا لحد اخر الشارع، واخدنا لحد اول الشارع ده اللي هنا. هو ركن العربيه واحنا نزلنا. بعد كده جيت انا والاحمد وقفنا في المكان ده. كنا مستنين ان الموقف يعدي، ولكن كان التنفيذ يوم 28 اتلغى بسبب ان الموقف غير خط سيره.
واتفقت انا والاحمدي ان احنا هنرجع للراجل تاني، فرجعنا وتقريبا نزلنا عند مسجد المصطفى. وقلت لاحمدي خلاص احنا بكره هنجتمع ان شاء الله الساعه 7:30 عند نادي السكه، وكان حدد الموعد ده كان الدكتور يحيى. رجعت تاني يوم يوم 29 عند نادي السكه، كنا استنينا واحد انا والاحمدي كان اسمه يوسف نجم، ركبنا معاه عربيه هاتشباك حمراء. يوسف نجم كنت اعرفه من خلال الفعاليات والمظاهرات اللي كانت موجوده في الحرم الجامعي ايام ما كنت شايف فعاليات في الجامعه. بعد كده اخذنا العربيه الهاتشباك، ويوسف نجم هو اللي كان سايق وانا ركبت جنبه، واحنا في الطريق ركبت معانا واحد راجع هو نفس الشخص اللي استلم مني مفاتيح العربيه الاسبرانزا عند نادي السكه ونزل عندي ميدان الحجاز. كان عضو رصد. نزل عندي ميدان الحجاز وهو المفروض انه كان هيرصد النائب العام او هيرصد الموكب. ويوسف لجم وصلنا لحد مدخل الممر ده، وقف عند اول المدخل. وانا ومحمدي لينا الممر مشي، وانا وقفت في المكان ده. كانت معايا كاميرا سوني. مين ده الكاميرا؟ نعم. مين الجوال؟ كان خالد وصلها لي عن طريق خالد اللي هو الدكتور يحيى موسى، وصلها لي عن طريق واحد اسمه الحركي كريم. كريم وصلني بواحد اسمه الحركي احمد، انا ما اعرفش كريم ولا احمد، ولكن الدكتور يحيى موسى كان وصلني بالشخصين دول. انا وقفت في المكان ده، كان معايا الكاميرا فيديو سوني صورت بيها، وكان احمد واقف بعيد عني شويه كده مثلا 3 متر. واول ما الموكب اتحرك انا ما كانش معايا تليفون اندرويد ساعتها، احمد جه عليا وقال لي جهز الكاميرا بتاعتك عشان الموكب اتحرك. شغلت الفيديو، مجرد ما لمحت ان خلاص بدا الموكب يتحرك صورت العربيه الاولى والعربيه الثانيه. كان حصل التفجير، مجرد ما حصل التفجير فصلت الفيديو وفضلت انا واحمد في الممر. نعم. التفجير حصل بما يعني مجرد ما احمد داس على الريموت، هو التفجير كان عن بعد، مجرد ما داس على الريموت اللي هو متوصل بالعبوه اللي فيها الدائره بتاعت التفجير، كان التفجير حصل. بعد كده كان حصلت طبعا ضربات كتيره جدا، الناس كلها بتجري والممر ده كان فيه ناس بتجري، فجرينا مع الناس اللي بتجري. واول ما وصلنا عند اول ممر ركبنا العربيه الهاتشباك الحمراء وطلعنا من المكان.